شبكة مرسال الإعلامية. صباح الخير، هذا مركز جويل دار ميسان للتزيين النسائي. طبعا ها نحن نصل الآن إلى مركز الخياط في شارع الأمير سلطان، ومبادرة جلسة مطعم من خلال برنامج كريم العرب. واليوم الأحد إن شاء الله 18 ربيع الثاني الموافق 15 ديسمبر، جلستنا أيضا في مركز الحكواتي أو في مطعم وكافيه الحكواتي. اللي يسمعون هذا أو يطلعون على هذا السنابة من أعضاء مبادرة جلسة مطعم، أرجو حضوركم الآن إلى مركز الخياط. طبعا أمامنا 360 هناك مركز نسائي رياضي 360. اولا ما بعرف مساء الخير ولا صباح الخير، وكل ايامكم خير يا رب. معكم الفنان وليد حمدي، عازف اورجو ومطرب، وكنت بفرقه اذاعه وتلفزيون تابع لوزاره الاعلام في المملكه العربيه السعوديه، واقيم السعوديه من 40 سنه. لا تخافوا، يعني لسه الحمد لله في عطاء شباب، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل رب العالمين. بضاعه طيبه من دائما من اخي ناصر. حبينا نشوف المطعم اليوم هذا الحكواتي، فعلا شيء جميل جدا، وديكور حلو ومطعم حلو وفطور حلو. ويا ريت يعني الفاضي او عنده هيك مجال بمجال المطاعم وحب ياكل اكل طيب يجي على المطعم الحكواتي، حيلاقينا موجودين ان شاء الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرسال إعلامية من خلال مبادرة جلسة مطعم برنامج كريم العرب، من خلال وجودنا في مركز الخياط. هذا كافيه جديد لا زال تحت الافتتاح التجريبي من 4 أيام فقط، وهاي الفكرة عندهم والأسعار تبعهم. طبعا كل شيء كاتبينه باللغة الإنجليزية، وأنا من شوي كنت أتكلم معاهم أنهم لازم يهتموا في اللغة العربية. قالوا لي الدور الثاني الكتب هنا باللغة العربية، وفي الأسفل الكتب باللغة الإنجليزية. هذا تقريبا في منتصف مركز الخياط. هذا الكافيه موجود، هذه الجلسات، وهذا شكل المكتب اللي هنا والكتب المتوفرة فيها. أي إنسان يتناول القهوة أو الشاي فيه أنه يطلع على أي من الكتب هاي. فكرة مكتبة طبعا مع الكتب. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. نحن نيو كوفي شوب، اسم المحل دوبامين. هو فكرته سايكولوجيس كوميونيتي. فيكم يو كان كام هاف يور كوفي يور ساندويتشز سويت تقروا كتاب هاف بيس اوف مايند. ومثل ما نكون شايفين محل كوزي لايك يو ار ان يور ليفينج روم. واهلا وسهلا فيكم محلكم. عنوان الكوفي عنوان بمركز الخياط 3 مع اشاره ساري الامير سلطان. كيف الاسعار عندك؟ الاسعار عندي كثير ممتازه وكثير مدروسه، ابدا منا غالي، والاسعار ممتازه ومناسبه للجميع. واهلا وسهلا فيكم. هلا والله، عبد الله الحارثي معك، كيف حالك؟ اول شيء انت سالتني شوف عن المطاعم وهذا وقت الركود. ما انا ما قستها كذا، انا قيسها من زمان، من فتره، من بدايه الركود. طبعا الركود اول حاجه، احيانا الركود تستخدم الدول لتقليل او تخفيض التضخم، لكن هو سلاح ذو حدين. إذا وصل لمرحلة حيدخل في الركود في الكساد، وهذا طبعا مصيبة. هنا لازم تتدخل الدولة قبل ما يوصل. اللي حاصل عندنا الآن المطاعم وبعض الشركات، كثير من الشركات يمكن خرجت من السوق، هذا شيء طبيعي لأنهم قاعد ينتظرون. هذا شيء طبيعي،
طبعا اي دوله تمر في 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 ركود يمر في هذا، لكن عندنا احنا لان صار فيها حتى تضخم، خلينا نقول التضخم حتى في المحلات. فالان الوضع الطبيعي الان بدا نسبه التضخم عندنا ترتفع في كل ربع سنوي. يعني انا شويه انا انقد الادارات الان ما في غير حلول وقتيه، يروح يتجه على تخفيض المصروفات، واول شيء في تخفيض المصروفات يروح للموظف السعودي او تخفيض الرواتب، وهذا طبعا محل، هذا حل مؤقت. طيب انت ليه ما ترجع تعيد الهيكله من جديد؟ اول حاجه الناس الان مع التواصل الاجتماعي مع والتعليم والاشياء دي الان تدور على الكواليتي الجوده والسعر المناسب العادل. وكيف تسوي السعر العادل؟